What to wear this spring؟ ماذا نرتدي؟ ماذا نرتدي this spring؟ هذا الربيع. راح نشوف هسه by Tasman Evans Fashion Editor. by Tasman Evans. شوي نكبرها. تاسمن هاي شنو؟ هاي المحررة، محررة اللي تشتغل، محررة المهتمة بالملابس. تاسمن إيفانس الكاتبة. طيب إذا spring is here، الربيع هنا، الربيع حل موجود هنا، زين يعني صارت الدنيا ربيع. The weather is getting better. The weather، الطقس is getting better، يتحسن. And it's time to think about clothes. والوقت حان للتحدث او للتفكير، العفو، الوقت حان للتفكير بكلوز، ملابس. This year colors are brighter. هذه السنة الملابس يعني شلون صارخة شوية، طوخ، واضحة شوية، الصرعة مالتها شنو؟ يعني شوية brighter، أكثر وضوح، أكثر ناصعة شوية، طوخ. Orange، yellow، اللون البرتقالي، واليلو الأصفر، and red are more fashionable than dark colors. يقول الألوان الأصفر البرتقالي والريد، هاي الألوان brighter، واضحة، طوخ، ناصعة، more fashionable، أكثر موضة من شنو؟ من dark colors، من الألوان الداكنة الغامقة. And the fashion this year، والموضة هذه السنة، is less casual، أقل رسمية، يعني أقل casual، يعني هنا العفو الكاجوال هنا تجي غير رسمي، كاجوال يعني الملابس الاعتيادية، لا هي شوية أقل يعني اعتيادية. and more formal، وأكثر رسمية than last year، وأكثر رسمية من السنة الماضية. for boys، بالنسبة للأولاد، بالنسبة للشباب، ولد. clothes are smarter، الملابس أكثر أناقة، يعني أكثر أناقة. jeans and trainers are out، يقول الجينز، ملابس الجينز اللي هي الكابوي مقصود بها، and trainers are out، خارج موضة هذه السنة trainers، الأحذية الرياضية. jackets، أما هاي الستر، التايز والربطات العنق، and shirts والقمصان are in، موجودة بهاي السنة، موضة هاي السنة. buy colorful shirts، يقول اشتروا القمصان الملونة، بوليستر شيرتس، والقمصان المصنوع من البوليستر، هاي نوع من القماش عادة يكون شوي بنسبة من النايلون، and cheaper، العفو هنا اللي هي شنية تكون are cheaper، التحدث عن هاي colorful shirts والبوليستر شيرتس، are cheaper than cotton shirts، هي أرخص، cheaper than، أرخص من الشنو؟ من القمصان القطنية. ties are wide، ربطات العنق، هذه ربطات العنق ايش فيها؟ are wide، عريضة، and very bright، عريضة يعني الشكل مالتها عريض، and bright، وناصعة واضحة، طوخ، زين. trousers، بنطلون، البنطلونات ايش فيها؟ are also wider، اعرض، عريضة البنطلونات this year، هذه السنة. and leather trousers are in، والبنطلونات الجلدية المصنوعة من جلد are in، هي موجودة أيضا هذه بموضة هذه السنة. they are more expensive، وهي أكثر غلاء، and less practical than jeans، وهي شنو؟ أكثر غلاء، more expensive، and less practical، وأقل عملية، أقل، less، أقل، more، أكثر، less practical، وأقل، أقل عملية، مو عملية يعني، than jeans، من الجينز اللي هو الكابوي. but they are trendier، ولكنها أكثر ترتيبا، مرتبة أكثر. t-shirts، t-shirts are definitely، هي حتما أو قطعا out، خارج موضة this year، هذه السنة. and white socks، كما أن، أو إضافة إلى أن، أو تقدر تنطيها عادي، and white socks، الجوارب البيضاء are worse، هي أسوأ، السوكس الجوارب هي أسوأ. طيب for girls، بالنسبة للبنات، this year is more colorful، this year، هذه السنة شبيهة، is more colorful، أكثر ألوان من last year، من السنة الماضية. bright cotton dresses،
and shirts are in. البول برايت كوتون دريسز الفساتين القطنية البرايتر الناصعة الواضحة شبيهة and skirts والتنورات are in موجودة أيضا موجودة بموضة هاي السنة. Skirts are longer and small leather boots are very fashionable. يقول skirts التنورات are longer هي أطول and small leather boots والبوت هاي البوت مبين هاي الحذاء الطويل تكرمون اللي مصنوع من الجلد الصغير شنو are very fashionable هي على الموضة very fashionable أنيقة جدا. سويت شيرتس أما هاي السويت شيرتس النوع من القمصان السويت شيرتس are in موجودة أيضا بموضة هاي السنة they are bigger وهي أكبر and more comfortable وهي أكبر and أكثر راحة than jumpers من هاي الكنزة هاي الجمبرز الجمبرز شوف عايزاي هذه الجمبر بس خلنا نرجع شوية جمبر هذه الجمبر هذه الجمبر نسمى كنزة وعندنا هذه هاي سويت شيرتس هاي للبنات وهاي جمبر للأولاد كما مذكور هنا نرجع هسه للقطعة مالتنا bigger and more comfortable طيب jackets الستر والوايت شيرتس والقمصان البيضاء and ties والربطات العنق are also هي ايضا in موجودة في موضة هاي السنة buy اشتروا red or yellow jackets اشتروا الستر اللي شنية الصفراء والحمراء to be really trendy لتكونوا حقا شنو مرتبين jeans are out ما كان موجود الجينز غير موجود are out this year ما الجينز ملابس الجينز غير موجودة في موضة هذه السنة